قطات منذ جاءتنا منذ قليل لهذا اللقاء. جلالة الملك رجع إلى الفندق. هذه اللقاءات يبدو أنها كانت في الأزهر الشريف. هذا اللقاء يعني يجمع ما بين جلالة الملك والدكتور أحمد الطيب شيخ الجامعة الأزهر. لكن على أي حال يعني سنتأكد إذا كان في مقر مشيخة الأزهر أم في مقر إقامة خادم الحرمين الشريفين. على أي حال هذا هو اللقاء الذي جمع شيخ الأزهر بخادم الحرمين الشريفين. ونذكر بأنه اليوم خادم الحرمين الشريفين قد وضع حجر الأساس لمدينة الطلبة الجديدة أو مدينة الوافدين الجديدة، والتي جاءت بمنحة سعودية من خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، تقام على مساحة 170 فدان لتكون مدينة متكاملة لخدمة الطلاب الوافدين للدراسة بالأزهر الشريف. الملك سلمان وضع اليوم حجر الأساس، وكان كما ذكرنا في الجامع الأزهر الشريف، وأدى ركعتي تحية المسجد برفقة الإمام الأكبر ونخبة من علماء الأزهر الشريف. بعدها كان لقاء مفتوح ما بين خادم الحرمين الشريفين وفضيلة الإمام الأكبر. بعدها غادر الملك سلمان بن عبد العزيز الجامع الأزهر. استاذ جيلان اتفضلي. انا بتهيألي ان دي الدعوه امبارح اللي شيخ الازهر دعا جلاله الملك، راح له المقر وزاره في المقر ودعاه لليوم. دي لقطه من الامس، لانه كان بابا تواضع بالفعل من الفندق بالظبط من الفندق. ودي كان بعديها بابا تواضع كمان قابل الملك سلمان في نفس هذه الخلفيه ونفس هذه الصوره. وبالتالي هي الدعوه الامس كانت من شيخ الازهر لجلاله الملك للحضور النهارده، كان بيقدم له الدعوه. طبعا طبعا طبعا. طيب على اي حال نعود الى الذي كنا نتحدث فيه منذ قليل، فكرة الاستثمارات المصرية، الاستثمارات السعودية في مصر، يعني أن تزيد. الآن نتحدث عن 6 مليار و300 مليون دولار في 2015، في 2014 كان هم